بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. ما طبيعة الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي إلى محافظتي مأرب والجوف؟ وما الملفات التي يحملها الطاقم الزائر للمحافظتين على الصعيد السياسي والأمني؟ وكيف يمكن أن يساهم في تلبية احتياجات المحافظتين خدمياً وتنموياً؟ مهمة الوفد الحكومي الزائر لمحافظة مأرب والجوف ومتطلبات المحافظتين موضوع حلقتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، والذي أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ عرفج بن حمد بن هضبان، رئيس مجلس بكيل العام وقائد لواء الفتح بالجوف. أهلا وسهلا بك شيخ عرفج. حياك الله وسلمك. سعيدين أن تكون معنا وشرف عظيم لنا. ونحن لنا الشرف العظيم في استضافتكم لنا، ومشكورين على كل حال على ما تقدموا من مواكبة الأحداث في اليمن الميمون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامكم البالغ بوطنكم وأمتكم، فنشكركم من كل قلوبنا. نحن نشكر جهودكم، ما قناة سهيل إلا مرآة تعكس جهود الناس الذين في الميدان الذين يضحون، وأنتم شيخ عرفج أحد هؤلاء. طيب لو بدأنا بموضوعنا المتعلق بزيارة الوفد الحكومي الذي يعتبر وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز جوباري إلى محافظة مأرب، وتفقده للأوضاع هناك وانطلاقه أيضا إلى الجوف، كيف رأيتم الزيارة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة الزيارة كانت في حد ذاتها زيارة مهمة وخطوة جبارة في ظل هذه الظروف الصعبة في الوقت الحاضر، والبلاد تمر بمخاض عسير من الاقتتال وما وصلت إليه البلاد من عبث العابثين من هذه الشرذمة الخبيثة التي أوصلت البلاد إلى الحضيض. وكانت الزيارة موفقة وحميدة، ونسأل الله أن يكللها بالنجاح. كانت الزيارة طيبة جدا، لعلكم كنتم تنتظرونها منذ طبعا زمن. نحن ننتظرها حقيقة، وما كنا يعني نتوقع أن تكون في هذه اللحظة السريعة وفي هذا الظرف، لكن يعتبر أن كما قال إذا كان الفارس يعني كف الحسام اللي يسله فهو يكون مقدام ويكون يصل إلى هدفه المنشود. فكانت هذه الكوكبة من الرجال الأفذاذ من على رأسهم الوزراء الذي قدموا إلى هذه المناطق الساخنة يدل على شجاعتهم وإقدامهم وحبهم للوطن، وأن يتلمسوا هموم المنطقة عن كثب ويروا ما هو واجب عليهم. نعم شيخ عرفج، كان هناك مناداة كبيرة جدا ومطالبات بأن تحضر الحكومة إلى مأرب، سواء خصوصا عندما كانت الأوضاع الأمنية في عدن تشوبها بعض الاختلالات. كان هناك من يقول أنه مأرب أيضا آمنة وترحب بعودة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. هل هذا الخيار ما زال مطروحا؟ وماذا يعني لأبناء محافظتي مأرب والجوف والمناطق القريبة من هذا المربع؟ الحقيقة الأمر يعني واضح بالنسبة للمناطق المحررة، فهي الحمد لله شبه مستقرة وآمنة، ولو أن فيه شيء من ما يشوبها من الشوائب قد لا تخلو المنطقة يعني من آثار بعض الأشياء اللي تحصل لأنها عهيدة بالمعارك والحرب، فهذا شيء بسيط وشيء يعني لا بد منه. لكن ضروري أن الحكومة تكون متواجدة تلامس هموم الأمة وتلامس هموم الوطن والمواطنين، وهي جزء من هذا الشعب. سواء إن تعرضت إلى شيء فيعتبر جند من هذه الأمة، وما حصل للجندي أو للشيخ أو للنفر أو للوزير أو للغير فهذا شيء مسلم به. الإنسان ما يقدم إلى هذه الأمور إلا هو حامل روحه على كفة وسيلقى الله بهذا الوجه أو بالآخر، فأحسن أنه يكون مقبلا غير مدبر في هذه الأمور، وأن يقدم شيء يحمد عليه في الدنيا والآخرة. نعم
طبعا كان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ عبد العزيز جباري وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية، لكنه للأسف اعتذر قبل بداية البرنامج بدقائق ولديه عذر حقيقة، لعل من ضمنها أنهم ربما الوفد يعود إلى الرياض بعد استكمال زيارته، وبإذن الله سيحاول أن يكون أيضا هناك أعضاء منها من هذا الوفد معنا أيضا في الحلقة حتى نتمكن من مناقشتهم فيما نفذوه حتى الآن. شيخ عرفج، احتياجات المحافظة، محافظة الجوف، محافظة مارب، أيضا أنت الجوف قريبة من مارب وعلى تداخل كبير سواء أمنيا إقليم واحد، تعتقد في ظل النزوح، في ظل السكن، في ظل عودة كثير من الأسر إلى هذه الأماكن الآمنة، أصبح هناك أشياء مطلوبة أكثر من الزيارة من قبل الحكومة؟ الزيارة هل يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي من وجهة نظرك؟ طبعا بالنسبة للزيارة لها أهميتها، ومن الضروري أن يزوروا يلمسوا هموم الشعب ككل والمناطق المحررة، هذا شيء من الضروري على أساس أنهم يروا بأعينهم ويقيموا الوضع. أما بالنسبة للاحتياجات فكل ما تعني الكلمة الناس محتاجين إليه، كل ما تعني الكلمة وما هو في الضمير، أرض يعني عهيدة بالحروب انتهت، لا بعض المناطق قد حررت، بعض المناطق لا زالت المناوشات فيها، فطبعا يعني مفتقره إلى كل مناحي الحياة معدومة في المحافظات هذه خاصة الجوف. أما بالنسبة للمارب يعني عاد فيها شيء من روح الحياة، ولا بأس يعني ما قد سقطت يعني كليا في يد الإنقلابيين. أما بالنسبة للجوف والمناطق الأخرى في الجمهورية فهي قد عاثوا ولاثوا فيها وأعدموا الحياة تماما، الخدمية والحيوية والاقتصادية، أما العسكرية قد بزوا اللي في المخازن اللي في الداخل واللي في الخارج، ولا خلوا لا غابي ولا بادي، فأصبحوا يعني عصابة سرقة، يعني أنهوا الحياة بالكامل، أنهوها بالكامل، ما نقدر نحن نقول فيه شيء من المشاريع حيوي عاد يدي أكله أو يدي ما هو، رغم أن هذه المحافظات متضررة من ذي قبل، فجاءوا هؤلاء وزادوا الطين بلة، أكملوا نعم، هي متضررة من أول وزادوا الطين بلة كما قال مثل. ما طيب شيخ عارف إيش تقول هنا؟ أستأذنك في أن نشرك معنا الشيخ علي حسن غريب وهو أحد القيادات المقاومة بمحافظة مارب. نعم، أهلا وسهلا بك شيخ علي. تفضل. مرحبا شيخ علي حسن، ونحن اليوم وضيفنا هنا الشيخ عرفج بن حمد بن هضبان قائد لواء الفتح بالجوف، نتحدث عن الوفد الذي زار مارب والجوف، وهو وفد رفيع المستوى كما يتم وصفه، والجهود التي المأمولة من هذه الزيارة. حسب علمي رافقتم هذا الوفد شيخ علي حسن ومررتم معه في عدة جولات، بعضها في محافظة مارب والبعض منها في الجوف. كيف كانت زيارات وتفقدات وأنشطة الوفد؟ هل يمكن تلخيصها؟ الحال سيدي أن اللفت والزيارات الجارة من الزيارة من الزيارة هي أفضل زيارة يعني تكون مشكلة من الوزارات برئيس الوزارة والمستقبل مدير المقر. معذرة شيخ علي، هناك إشكال في الصوت، فقط نصلحه ثم نعاود الاتصال بك حتى يتم إصلاح الإشكالية في الصوت وعودة ضيفنا. أعود إليك شيخ عرفج، سبقت هذه الزيارة زيارة رئيس الحكومة تقريبا السابق خالد بحاح إلى مارب، لكن هل تعتقد أن هذه الزيارة اليوم بهذا الوفد الكبير ستكون لها انعكاسات من خلال متابعتك لمسار الوفد؟ الحقيقة كانت زيارة الأخ خالد بحاح رئيس الوزراء هي كانت مقتصرة على مارب وفي يعني فترة وجيزة، ولا بد أنها يعني أعطت شيء من الأهمية، لكن بالنسبة لهذه الكوكبة من الوزراء هم نزلوا إلى أماكن أبعد من ما كان الأخ خالد إلى مارب، وصلوا الجوف وزاروا مناطق
محررة ومديريات محررة، ونزلوا إلى بعض المراكز المعطلة، وزاروا المدن الأثرية التي دمرها الحوثي بجعل نفسه ثكنات، جعلها له ثكنات حربية. ف يعني كانت زيارتهم زيارة مهمة وملموسة جدا. تفاصيل هذه الزيارة عاد إلينا الشيخ علي حسن غريب. أهلا وسهلا شيخ علي، هل نسمعك الآن بوضوح؟ تفضل. لعله نصف جيد كما يقال. طيب تفضل شيخ علي، تحدث فيما كنت تريد أن تتحدث عنه. يقول يا حبيبي أن الوزراء ردهم بزيارة وأظهروا يعني اشتياقهم حول ما ينقص يعني حضرتين في بعض الحالات في مجال الصحي إلى رجال الغذائي من أشياء فيما ينقص تعريفات. و السياحه كما يقولون يعني من اهل المنطقه وما داموا يعني من واجب امام ما حصل. لا اسمع شيخ، على المناطق اسمع شيخ وما قوبه على المحافظات. طبعا انا كل حال يا ولدي ان تكلمنا امامهم ان نطلب اقامه الدوله على الارض المحرره في المعرف والجوف، وقيام الدوله بفروع يعني الوزارات الخدميه في المحافظتين. اسمعني. اي نعم نسمع. تفضل. على كل حال ومن اليوم ما كلمونا الا بعد ما قمنا بهذه الزياره طلب منهم يعني ان يكون عندهم دافع لحل المشاكل الخاصه، ما يكون يعني ما المصابين هذول الجرحى اللي يعانون من نقص يعني في المستشفيات الموجوده في المحافظات، وحتى يعني عاد يعني استغراقهم للخارج. هذا عندنا اهم خاصه في المرحله هذه، اهم شيء عندنا هو قيام بالرعب امام المصابين. اي نعم طلبنا منهم اشياء كثيره اذا وفق الله جاوبوا معنا لا بأس بذلك. وعلى كل حال هو لا يمكن يعني يحسون ما يحسون به الناس من نقص ومن اشياء ظلميه، لا موجود يعني الدوله على الساحه يعرفون يتمسون بالمواطنين احتياجاتهم وما ما ينقصهم. اي نعم نعم هذا ما ناقشناها اليوم هذا معهم. نعم ولعلنا استطعنا ان نستمع إلى على الأقل أجزاء مما ذكرت شيخ علي، لأن الصوت لم يكن يصل بالشكل المطلوب والواضح للمشاهد. وعلى كل حال أشكر لك مشاركتك ومداخلتك لنا في هذه الحلقة، وبإذن الله تكون معنا في حلقات قادمة، ونتمكن أيضا من الاستماع إلى صوتك وأنت أحد القيادات المقاومة بمحافظة مارب. بإذن الله في الحلقة القادمة يكون الوضع تليفونيا أفضل، لأن المشكلة من المصدر بسبب الشبكات. أعود إلى الشيخ عرفج بن حمد بن هضبان. أشار ضيفي الشيخ علي الحسن كما فهمت من كلماته إلى بعض المتطلبات، ذكر قضية الجرحى، قضية الخدمات العامة، المستشفيات، الأدوية. كما أشرتم أيضا الشيخ عرفج إلى زيارات تم تنفيذها، وهنا يعني أيضا من خلال التقرير الذي رفع إعلاميا لزيارة، زار البنك المركزي اليمني، التقى أيضا بمنشأة صافر، زار منشأة صافر النفطية، زار محطة مارب الغازية، تطمن على موضوع الشأن العسكري وبعض المناطق التي يتواجد فيها الجيش والمقاومة. بالمجمل هل فقط ستقتصر على زيارات؟ يعني هل أبناء مارب والجوف وهذه المناطق ينتظرون زيارات، أم أن هذه الزيارات سيكون لها أثر؟ هو طبعا هيكون الزيارة ثم بعدها إن شاء الله تعالى الطحين، قال نسمع جعجعة الرحى ولا نرى طحين، لكن إن شاء الله نرى الطحين إن شاء الله بإذن الله. فلابد زيارة هي تعتبر المقدمة، ثم بعدها إن شاء الله يروا إلى المتطلبات والضرورية اللي تتطلب إليها البلاد ويقوموا بها إن شاء الله تعالى. ونأمل الخير في إخواننا وجيراننا الذي ساندونا في ساعة العسرة أن يقوموا معنا اقتصاديا، بدل
يعني كل في كل مناحي الحياة، مش على مستوى اقتصاديا وعسكريا بإذن الله. هم يشكروا على كل حال، نشكرهم من كل قلوبنا، دول الخليج والمجلس والتحالف العربي، وفي مقدمتهم الرائدة والراعية لهذا العمل الجليل المملكة العربية السعودية على رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الذي نعتبره هو صمام أمان للأمة الإسلامية والرافع لهذا الرأس الذي قد طالما صابه شيء من الخنوع لمن يريد أن يقضي على الإسلام، فأعاد الروح المعنوية والذي ينتظرها الرجل المسلم من قيادة حكيمة مسلمة تضع كل شيء في نصابه، فهذا شيء جميل جدا ومبشر بخير للأمة الإسلامية. طبعا وصل الوفد الحكومة السبت الماضي إلى مدينة مأرب مساء السبت الماضي. هناك حادثة حدثت وهي استهداف ميليشيا الحوثي وصالح بصاروخ على المستشفى العام في مأرب، سقط فيه الشهيد فؤاد الرحيمي وهو دكتور طبيب يعالج الجرحى. هناك أنباء متضاربة، هل كان المستهدف هو المستشفى أم الوفد الحكومي؟ ماذا لديكم حول هذا الموضوع؟ المستهدف يا أخي العزيز هو الأمن والاستقرار في اليمن ككل، وليس هؤلاء لا جزء من الشعب اليمني الوزراء، ولكن هم يريدوا أن يسمعوا الآخرين أنهم سيقلقوا الأمن والاستقرار وأنهم موجودين ويضربوا عن بعد، فهذا يعني مثل 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 حاطب الليل، ولا يضر إن شاء الله ولا يفت في عدد المقاومة ولا الرجال الشجعان، فهذا شيء يحصل ومسلم به، كل إنسان بيرجم من بعيد ما هو مشكلة، لكن إن شاء الله نهايتهم أوشكت إلى 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 النفاذ بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. طيب في إطار أيضا حديثنا عن زيارة المقاومة، قام الوفد بزيارة أجزاء كبيرة من المناطق وطلع على أداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. دعنا نركز على موضوع الجوف، أيضا أنت قائد لواء الفتح بالجوف، هذا أحد الألوية الآن التي تقاوم واستطاعت أن تصل إلى مناطق متقدمة في القتال مع الحوثيين وتسيطر أيضا واستعادت أجزاء كبيرة من محافظة الجوف. في إطار هذا الجهود وفي إطار هذا العمل، أين وصلت المقاومة الشعبية الآن، وكم نستطيع أن نقول أن محافظة الجوف قد تحررت؟ السؤال هذا مهم، وأنا كنت أرتقب هذا السؤال وهو في نفسي، لأني قايد لواء من الألوية الذي في الميدان. في الحقيقة عندما يكون هناك عندنا إمكانية نتقدم تقدم غير عادي، وأنا أذكر لك على سبيل المثال كانت انطلاقتنا من بداية موقع الحيض، من هذا الانطلاق انطلقنا في خلال 78 ساعة، أخذنا من الحوثيين استرجع من أخذنا من الحوثيين ما يقارب 37 موقع في 72 ساعة، في 78 ساعة كل المواقع اللي مرينا عليها، ما نمر على موقع صغير أو كبير إلا ونجلس فيه كم ساعة معهم، لأنهم من الصعب أنهم يخرجوا إلا يعني إلا بقوة وبعصا غليظة. فالحقيقة يعني أوضح لك الأمر الذي في نفسي أن كثر التأخير، ولا يعني الأمر سهل جدا على ما نلاحظ في الوقت الحاضر وفي الميدان كقادة نعرف فن القتال مع العدو، أن الأمر ما يتطلب منا إلا أن يكون هناك الزجاء للمقاتل بكل ما يطلبه أو ما تطلبه المعركة، فعندما يكون هناك شيء من القصور يحصل الفتور في التقدم ليس إلا، ولا ما هناك يعني معارك شرسة مع الحوثي مثل ما قد عهدناها سابقا، هو أقل وأضعف في الفترة الحالية، لكن إذا نقصت إمكانيتك أنت كما قال المثل على قد فراشك مدد، ينعكس على الجبهة، لأنك يعني ما تقدر أنك تخوض مع المعركة وتوغل في العدو
إذا ما أنت متمكن من إمكانياتك اللازمة. طيب سأعود إليك وأفصل معك شيخ عرفج كثيرا حول هذا الموضوع، لكن الآن معي وكيل محافظة الجوف الشيخ سنان العراقي. مرحبا بك شيخ سنان. أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا. نتحدث اليوم عن الوفد الحكومي الذي زار محافظة مارب، ولعله أيضا وصل إلى محافظة الجوف واطلع على كثير من الأشياء، سواء المناطق الأثرية التي زارها أو الحكومية والمؤسساتية أو كذلك جبهات القتال وغيرها. حدثنا عن طبيعة هذه الزيارة وإلى أين وصلت مع وفد الحكومة. حياك الله أخي العزيز، ونحيي الشيخ المناضل عرفج بن عظان سائد دواء الفتح. أهلا وسهلا. الحقيقة جاءت زيارة الحكومة أو الوفد الحكومي مواكبة من الانتصارات التي حققوها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف، وبزيارة هذا الوفد الحكومي أو الفريق الحكومي إلى محافظة الجوف، وبرفقتها أيضا اللواء محمد المردشي رئيس هيئة الأركان العامة، ونائبه اللواء ذكر عبد الرب الطاهري، وكذلك الأخ المناضل اللواء طوفان العرادة محافظ محافظة مارب، قاموا بزيارات لعدة مناطق حكومية، المستشفى، محطة الكهرباء، أيضا كذلك قاموا بزيارة إلى معسكر معين، وكذلك زاروا إدارة الأمن المركزي، وتم الاجتماع بقيادة المحافظة. ناقشوا خلال الاجتماع كثير من القضايا التي كانت متراكمة لها زمن طويل. نعم. وكما ذكر الشيخ عرفج أن زيارتهم تعتبر في حد ذاتها انتصار، وبعثت العمل في قلوب أبناء الجوف، حتى أنه تم والحمد لله أثناء اللقاء بهم دحض الفوتيين في أجزاء كبيرة من العقبة. نعم. طيب ابقى معي وساعود إليك. ساعود إليك شيخ سنان، فقط هنا أعود إلى الشيخ عرفج لأسأل يعني ما نوع الاحتياجات التي حملها أبناء المحافظة، سواء خلينا نتحدث عن الجوف أيضا كونكم قيادات في 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 مقاومة الجوف وفي محافظة الجوف، للوفد الحكومي الزائر الاحتياجات التي تم الاحتياجات حملها. هو الأشياء الخدمية بشكل عام، الأشياء الخدمية اللي يتطلب إليها المواطن، وهي الحاجة الضرورية للكهرباء وللماء وللصحة، المستشفيات لابد من تشغيل المستشفيات، لابد من النهضة التربوية، لابد من المعاهد المهنية، لابد من يعني كل ما تعنيه الكلمة في الارتقاء بالإنسان وما يتلمسه الإنسان من حاجته الماسة الناس يتطلبوا إليه. وفوق هذا كله وأهم من هذا كله هو إغاثة الناس النازحين، هذا اللي هو في الوقت الحالي والملح. أيوة. ولذلك أسأل أيضا الشيخ سنان في الوعود التي تم تلقيها من الوفد الحكومي، يعني ماذا تلقت محافظة الجوف بالتحديد من وعود لعل تعتبر مشاريع قادمة من الحكومة بالتحديد؟ أي نعم. إيه نعم. تم الوعود التي من الحكومة، و أيضا ما تم الاتفاق عليها أثناء الاجتماع، وأيضا استكمال الاجتماع خرجنا بعدة أشياء من ضمنها الموافقة على اعتماد النفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية بمحافظة الجوف، وكذلك أيضا دعم المستشفى بمبلغ مالي يساعد في عملية تشغيل المستشفى بالشكل المطلوب. أيضا كذلك اعتمدوا موضوع الكهرباء اللي هو السدات النصية للكهرباء، وهذا نعتبره شيء إيجابي جدا جدا. ومع الظروف التي تمر بها البلاد هناك أشياء أخرى تم الاتفاق معهم عليها، وعدونا استكمالها إن شاء الله بعد المناقشة مع فخامة رئيس الجمهورية وكذلك مع الحكومة، وننتظر منهم ونحن على أمل أن يتم تنفيذ الوعود
خاصة ما يتعلق بالمرافق القدمية التي يعاني الناس من عدم وجودها بإذن الله تعالى. الشيخ سنان العراقي وكيل محافظة الجوف، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك الشيخ عرفج وأستكمل معك إنشاء معسكر الفتح الذي الآن تقريبا يتواجد في منطقة أو في معسكر الخنجر ويسيطر على هذا الأمر، مشاركا أيضا في حماية المعسكر والتقدم أيضا إذا استدعى الأمر في أماكن أخرى في إطار القيادة الموحدة، حدثنا عن هذا. نعم، هو تم إنشاءه للحاجة المعسكر هذا وغيره من المعسكرات الذي قد سبقت، فالحمد لله يعني قال المثل لا تبنى لما تبنى الأرض إلا من حجارها، أو كما قال المثل، فأبناء البلاد هم بذلوا واستعدوا على أن يكونوا جنود مجندة في تحرير مناطقهم. والذي قد أصيبوا بلذعات من النار من هذا الشرذمة الخبيثة، والذي ما تركت بيت من بيوت أبناء الشعب اليمني إلا وأدخلت الحزن إليه والمآسي والإذلال والجوع والفقر، وكأنهم يريدوا أن يعيدوا ماضيهم الآفل أو نجمهم الآفل البغيض، الذي هي يعني ما يقدروا أن يحكموا الشعوب أو يحكموا البلاد إلا بالإذلال والقهر والجوع والفقر والجهل. هذا هو ديدنهم، ومقدمات حكوماتهم السابقة تشهد ذلك، خاصة الأئمة لا يقدروا يحكموا الشعوب إلا بهذه الطريقة القسرية، فيريدوا أن يعيدوا الناس إلى المربع الأول، ثم بعدها يحكموا بالشعوذة، يحكموا بالكهنوتية، يحكموا بالإذلال والقهر، يرموا بأبناء الناس ويذلهم في السجون. وهذا هو اللي يعرفه الشعب اليمني منذ القدم. فما أنا يعني في غرابة عن جهابذة القوم وعن رؤوس القوم من أبناء القبائل اليمنية الذي قد أذاقوا ويلات العذاب من الحكم الإمامي المباد، كيف يعني يرضخوا لهذه السلالة أن تأتي من جديد وتضعهم في نفس المربع الأول وتذلهم وتقهرهم وتجهلهم وتجعلهم يعني عبيدا وأسياد هؤلاء، هذا العبد وهذا السيد وهذا المسود، يعني شيء ما يتصوره العقل والإنسان اللبيب والإنسان العاقل والذي يفهم. يجب أن يدرك الأمور قبل أن يصل الفاس في الرأس كما قال المثل. فلولا عناية الله سبحانه وتعالى أداركتنا والنجدة من أخواننا لكنا في هذا العمل ولعدنا إلى ما كانوا عليه وتجرعوه أبائنا وأجدادنا السابقين. طيب الآن لواء الفتح ولواء الناصر وغيرها من الألوية الآن المقاومة في محافظة الجوف، كيف تعمل في إطار قيادة موحدة طبعاً. وكيف تم تحقيق الانتصارات السريعة والمبهرة يعني إن صح التعبير خلال الأيام الماضية؟ الحمد لله. التوفيق من الله جل وعلا، وإذا خلصت النوايا وصدقت الضمائر توحدت الناس، وكان الهدف هو الذي وحدنا. يعني نحن صحيح أنا أخوة وأبناء جلدة واحدة وأبناء تربة واحدة، ونعاني من هذا العدو المعاناة المريرة، لكن قلت لك يعني الحاجة أم الاختراع. يعني عندما الإنسان يحتاج أن يتوحد هو يا أخوه يتوحدوا ويجبرهم العدو على التوحد، حتى لو كان فيه تباينات في وجهات النظر ولا شيء، فهذا لا يفسد للود قضية. صحيح نحن تبنينا معسكر الفتح وأنجزناه لله الحمد، وكان قبلنا معسكر النصر الذي أقامه الأخ أمين العكيمي، وقبلنا كذلك قبل النصر والفتح كان لواء 101 اللي هو بقيادة الأخ الشهيد أبو طالب رحمة الله عليه، الذي استشهد في معركة الحزم وكان خلفه وسلفه وذراعه اليمين في ذاك اللحظة، وفي هذه اللحظة هو الشيخ صالح الروسة وأخوانه والقيادات الموجودين معه.
حفظهم الله من كل شر ومكروه. نعم. والحمد لله متوحده الجهود، وإذا وقفت مثلا في مكان المعركة وشفنا أنها محتدمة في جهة أخرى، كنا أنجد رفيقه وساند رفيقه بوجهات النظر. بالعتاد إذا ضعف العتاد عند أحدانا فهذا يعني مسلم به. نحن العمل كله في إطار المنطقة، في إطار المنطقة السادسة. منطقة السادسة نعم. وكان معنا الأخ اللواء أمين الوايلي، يعني من خيرة الرجال، ونشكره على وقفاته الصادقة. وأيضا جاء إلى جانبه الأسد الغيور والرجل الفذ الأخ محافظ المحافظة العجي. نعم العجي هو أحيانا يضيع الاسم على الإنسان. نعم صحيح. نعم. أخونا وعزيز علينا، و يعني قام بدور يشكر عليه في هذا المجال، فبيض الله وجيههم جميعا، والناس أبلوا بلاء حسن. وهذا هو إن دل على شيء فإنما يدل على الإخلاص والنية الصادقة إن شاء الله، ولا بد من التوفيق والسداد بإذن الله. بإذن الله تعالى. إذن كيف تفسر الانتصارات الكثيرة التي والمتتالية التي تحققت، والتي كان آخرها السيطرة على منطقة العقبة، وماذا تمثل هذه المنطقة؟ العقبة هي مهمة، يعني هي بالذات يعني الرابط للخط الدولي من منطقة الحزم مرورا حتى محافظة صنعاء، لأن الخط هذا هو خط دولي يربط حتى إلى دول الجوار، إلى المملكة العربية السعودية، إلى نجران مرورا بمديرية خبو الشعف. يعني من أهم المناطق في هذا الخط هو العقبة، إذا تمت السيطرة عليه فهو يعتبر شرايين الحياة للمنطقة ككل، رابط إلى المملكة العربية السعودية. السيطرة الآن تمت بشكل كامل على الحمد لله. الحمد لله، يعني نقدر نقول 95% أجهزوا على العدو في هذا المكان، وسيطروا على مواقعه سيطرة تامة، وفيه أسرى وفيه غنائم كبيرة في هذا المكان، ولله الحمد. هذا حسب ما اتصلنا ببعض الثقات وأبلغونا بهذا الشيء، باقي شيء بسيط يعني ما إذن هذا الموقع الاستراتيجي الذي بات في يد المقاومة والجيش الوطني، كيف يمكن أن يفيد وينعكس إيجابا على المقاومة وسلبا على الميليشيا؟ بالنسبة للمقاومة هي تعتبر هذا يعني يعتبر من أحد المواقع المهم والصمام لهذه المنطقة، صمام أمان لهذه المنطقة، لأن موقع استراتيجي وفي جبال شاهقة ومطل ورابط بين المديريات، مديريات المحافظة ككل. وكذلك إذا خسر الحوثي يعتبر أنه خسر الجوف بالكامل، خسر الجوف بالكامل بكامل أجزائه، ما بقي معها إلا أن يعني بخسارة هذا الموقع يعتبر الآن خسر، يعتبر أنه انتهى. ما زال يسيطر على مجموعة من المديريات. هو شوف المديريات صحيح ما هو خارج منها إلا إلا بجهد وزحف، لكن هذا الموقع مهم جدا اللي هو موقع العقبة، إذا انتهى يعتبر أنها انتهى من الجوف بالكامل، لأنه مهم جدا وهو الرابط بين المديريات الهامة. طيب يعني دور اللواء حسين العجي محافظ المحافظة أيضا أشرت إلى أنه عزز الدور المقاوم. قبل أيام أيضا التحمت جبهة الجوف وجبهة مارب، ماذا يمثل هذا؟ بالنسبة للأخ حسين العواضي أنا كان ضيعت اسمه قبل شوي، يغيب الاسم طبيعي جدا، نعتذر للأخ والصديق وهو يعتبر صديق معنا أحيانا واحد ينسى اسم ابنه، يعني من أعز الأخوة. نعم. فهذا يعني ضحى باثنين من اخوانه وابن عمه في معركه الجوف الاخيره هذه، فنسال الله العلي القدير ان يجبره ويجبر اهلهم وذويهم، ويعتبر انها اضحى معنا تضحيه جسيمه ولا ينكثر له، لانه رجل ومن بيت كريم وبيت شجاع، وما يحق له الا ان يقدم، لان مكانه يحتم عليه، مكانته القبليه ومكانته الوظيفية تحتم عليه أن يشارك، وهو أيضا من أهل الإقدام والمواقف الصلبة.
التحام جبهة مارب وجبهة الجوف ماذا يعني؟ كان التنسيق، كان التنسيق بين الجوف، بين مقاومة الجوف ومقاومة مارب الجدعان، لأنها جزء من مارب الجدعان مرورا بمجزر، تعتبر الصفرة، ومجزر هو من آخر مديريات مارب المتاخمة للجوف. نعم. فكان الاشتراك بين المقاومتين على أساس يتم القضاء على هذا الموقع الهام في نفس اللحظة، ويكون قضى مبرم بوقت وجيز. فتم التنسيق بين الأطراف والحمد لله تمت السيطرة، وكانت حتى الخسائر قليلة ولله الحمد على ما نتوقع، لأنه موقع مهم متمترس فيه. صحيح. عامل فيه أنفاق وعامل فيه شيء وترسانه من الأسلحة، ولكن يسر الله جل وعلا صارت الأسلحة هذه بيد المقاومة والجيش. نعم. الحمد لله. نعم. أكثر من 8 سيارات اللي حملوها من أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. نعم. جيد. إذن أصبحت الآن ليس هناك فاصل بين بين محافظة الجوف ومحافظة مارب. ولله الحمد. ليس هناك لا تسيطر الميليشيات ولا على أي شيء حدودي بين أبداً المحافظة. أبداً ولله الحمد. منطقة الصرواح التي ما زال يتمركزون فيها هي محددة لخولان التي ترجع إلى صنعاء. هي محددة لخولان. نعم. ففيها قبائل شرسة وقبائل كفو جهم، وما بقى يبخلوا بجهد، وقد ضحوا بالكثير والكثير من أبنائهم في سبيل إعادة الشرعية إلى نصابها، وإلى أن يحرروا هذه الأجزاء. ولكن في شيء من التراخي، ما أدري إيش السبب، هل من القبائل المجاورة لهم يعني بني جبر ما كان المساندة، أو هناك شيء من الأخطاء في القيادة الموجودة في نفس المركز، ما إيش اسم هذا صرواح. يعني لابد من معالجة الخلل هذا، ولابد من حسم تحرير المنطقة هذه، لأنها منطقة هامة وما بقي من مارب إلا المنطقة هذه. طيب لابد من تحريرها. جبهة الجوف هي أيضا جبهة متقدمة في محافظة صنعاء، كيف يمكن إسناد هذه الجبهة عن طريق جبهة نهم؟ أقصد منطقة متقدمة في الجبهات، كيف يمكن إسناد هذه الجبهة من خلال المقاومة والجيش الوطني في محافظة الجوف، خصوصا بعد أن يستكملوا تحرير ما يتم تحريره أو حتى من الآن؟ لا، أنا أقول لك يعني بإذن الله تعالى أنه ينسق لهذا الأمر، هو الآن على قدم وساق التنسيق لهذا الأمر إن شاء الله تعالى، وسيكون تحرير صنعاء بإذن الله تعالى. من حيث بدأ الحوثي بدخوله صنعاء، سيتم تحرير صنعاء من حيث بدأ الحوثي بدخول صنعاء من عمران بإذن الله تعالى، مرورا بالجوف، لأن الجوف هو البوابة للمقاومة بإذن الله تعالى. سيكون التقدم عبر حرف سفيان، وتلتحم الجبهتين بإذن الله تعالى في القريب العاجل. هذا يجعل من العدو أن يكثف ويحصن نفسه في هذه الأماكن. ما ينفع، لأن الشعب اليمني اكتوى بنار هذه الثلة الخبيثة، ولن تبقى له حاضنة شعبية على الإطلاق، سواء اللي هو عاده مسيطر على أجزاءه أو أماكنه، أو اللي قد انتهى منه. فالحاضنة انتهت وعرفت أن هذا ليس لديه مشروع حياة، وإنما معه مشروع تدمير للحرث والنسل، هذا ما مشروعه اللي هو يعرف عنه. بالتالي مهما تمترس بقوته. نعم. أو كذا ما يفيد أبدا، لن يفيد. ما على المقاومة إلا أن تتقدم، وستجد إن شاء الله تعالى قدامها الترحيب من المواطنين، والحاضنة للحوثي اللي كان يحلم بها انتهت مع انتهاءه لو ذراع الشعب اليمني، وهدم المساجد ودور العبادة بكاملها والبيوت والمساكن، وعاث ولاث في الأرض. يعني التتار ما وصل إلى ما وصل إليه هذا الـ هذا الـ هذا الـ الغول. هذا يعتبر دخيل على اليمن. اليمنيين معروفين بنفوسهم الطيبة وقلوبهم الرحيمة، لا يمكن أن يعتدي على حرمة وعرض أخيه مهما كان بينه وياه من العداوة. أما هذا يعني حدث ولا حرج، نسف كل القيم. نسف كل. طيب، محافظة الجوف محافظة حدودية مع محافظة صعدة،
وبالتالي أصبحت المقاومة والجيش الوطني على مقربة من بعض مديريات صعدة. هل تتوقع أن تكون أيضا هناك انطلاقة مقاومة في اتجاه صعدة؟ من آخر موقع للمقاومة في الجوف العالي بقي بيننا وبين حرف سفيان ما يقارب 35 كيلو أو 40 كيلو فقط. فتعتبر المقاومة على مشارف عمران. نعم، لأن حرف سفيان هو من مديريات عمران. وعلى وبما يتعلق بمحافظة صعدة؟ محافظة صعدة هي سهل يعني على طول معاد من عندك على المهادر على على مذبل على آل عمار. تتقدم المقاومة في هذا الاتجاه؟ تتقدم إن شاء الله تعالى، وسيكون التقدم من كل الجهات، من هنا من الشمال من مديرية خب والشعف، بينه وبين مديرية البقع وهي أول مديرية من مديريات صعدة، 25 كيلو من اليتمة. نحن الآن على مشارف اليتمة، المقاومة على مشارف اليتمة، والبقع يبعد عن اليتمة 25 كيلو فقط وهي أول مديرية من مديرية صعدة. ومن الجوف العالي من المقاومة من آخر موقع للمقاومة إلى حدود سفيان 40 كيلو 45 كيلو فقط. طيب الآن هناك حديث على أن مفاوضات يمكن أن تنعقد خلال أسابيع في العاصمة الكويتية الكويت الشقيقة، وبالتالي هذه المفاوضات قد تفضي إلى حل وفق القرار 2216 يفضي إلى تسليم الميليشيات الأسلحة والانسحاب من المدن. أنتم في قيادة المقاومة وفي الجيش الوطني أيضا، كيف تنظرون إلى هذه الترتيبات؟ الحقيقة نحن لا نمانع في السلم، وإذا جنحوا للسلم فجنح لها. فإذا كان العدو الذي قد دمر الإنسان والشجر والحجر وما خلى كل ما هو جميل على وجه الأرض ما دمره، إذا كان هو بيجنح للسلم بصدق وحقيقة وهناك ضمانات لهذا الأمر وتنفيذ القرار الأممي اللي هو 2216، إذا كان بيجنح للسلم وهناك صدق نوايا في الشعب اليمني لا يريد إلا المسالمة على مستوى المقاومة أو على مستوى المواطن العادي أو الكبير أو الصغير، درءا للمفسدة وحقنا للدماء. لكني أنوه وأنبه من هذا المنبر، هذا جربنا معه عدة حروب سابقة ولاحقة. هو عندما يكون في الحلقة الضعيفة من حلقات أمره، يكون في الحضيض، يحاول أنه يراوغ ويداهن ويدخل من مداخل شيطانية على أساس أنه يريد الصلح ويريد الإذعان للمبادرات وإنه حتى يتمكن من أمره، ثم يعود شيطان اللي قال شيطان أخرس ما عاد إلا يسمع ولا يرى. نعم. فهذه هي النقطة الأساسية وهي مربط الفرس، يجب أن ننتبه لها على حد سواء، نحن كدولة شرعية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور وأخوانه المساندين له، يجب أن ننتبه لهذا الأمر، ويجب أن تنتبه دول التحالف من هذا المنزلق الذي دائما يلعبه ويشوف أنه ينجح فيه دائما. فإذا كان هناك النوايا صادقة، أول شيء هو تسليم السلاح بالكامل. وأقترح أن يكون هناك لجنة مشكلة من الدولة، من الحكومة الشرعية من اليمن ومن دول التحالف، وتنزل إلى كل شبر من الوطن وتنهي الأسلحة المخبة واللي في الأودية واللي في الشعاب واللي في الجبال واللي في السراديب. ونحن قال كل إنسان بغدرة بيت هدرة، نحن عارفين وين المخابي وين الشعاب وين تكمن الأنفاق، فهذه لابد منها، إضافة إلى أنه لا قبول حتى ولو يعني أنا أقول يعني بأن إنسان مثل هذا المجرم قتل وسحل من الشعب اليمني
ما يقارب 70,000 أو أكثر من ذلك من وأكثر من مدري كم مشردين من 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 دورهم ومن وهدم وخرب، أنه يجب أن يحال للمحاكمة العادلة وينال يعني جزاؤه العادل طيب، إلا إن أجبرتنا الظروف فعلى الأقل أن يكون حزب سياسي مدني يتخلى عن اسمه وطابعه هذا الموجود الطائفي الاسم الطائفي، وأن يكون تحت الملاحظة والمراقبة. أما القيادات فلا بد أن تأخذ حقها في طبعًا. كل من أجرم في حق الوطن ضروري القيادات الذي لطخوا إيديهم بالدماء فلا بد من محاكمتهم المحاكمة العادلة، هذا إن كنا نريد الإنصاف. طيب شيخ عرفج، ما هي الرسائل التي تريد أن توجهها في ختام هذا البرنامج وقد أوشكنا على الانتهاء منه؟ والله أقول رسالتي الأولى لإخواني وزملائي في الميدان أن لا يرتخوا ولا يوهمهم هذا الشيطان بميوله ومهادنته للصلح، فهو بعيد كل البعد. ويقاتل الآن إيران أيضا ترسل أسلحة لهم، يعني يجب أن يشدوا مأزرهم. يتحدثون عنه عن حوار ويزجون بأفرادهم في المعارك، يد يمدها للسلام ويد تلطم الشعب يمينا وشمال، فهذا لا يمكن أن احنا نقبل به، وعلى المقاومة أن تشد حيلها والنصر قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله تعالى. يجب على الجميع أن يهتموا بأمرهم وتكون الأمور إلى الأمام إن شاء الله. رسالة للتحالف للقيادة السياسية إن أحببت. الحقيقة التحالف ما يسعنا إلا أن نشكرهم من كل قلوبنا شكرا جزيل بعد شكر الله جل وعلا على وقفتهم الصادقة، ولا نقولها محاباة ولا مجاملة، لكن والله الذي لا إله إلا هو لولا الله سبحانه وتعالى ثم وقفت هذا الرجل الذي ابتعثها الله لنا وللأمة الإسلامية لكانت نهاية الجزيرة العربية بالكامل والأمة الإسلامية، لأن المشروع الإيراني الصفوي يهدف إلى ما هو أبعد من اليمن والسعودية والخليج، يهدف إلى القضاء على الدين القويم أينما كان، وله مناصرين من الدول الخارج وكل الناس يعرف هذا، ولكن الله غيور على دينه ولن يتركنا أبدا ما دمنا أقوياء. وفيه من أمثال هذا الرجل العملاق الذي خطأ خطوات صلاح الدين، فنسأل الله أن يطيل في عمره ويثبت أركانه ويسدد من يناصره بطانته بالقول الثابت. الشيخ عرفج بن حمد بن هضبان قائد لواء الفتح بالجوف ورئيس مجلس بكيل العام، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شرفتنا هنا في الاستوديو مرة أخرى. بكم الشرف، الله يحفظكم. حفظكم الله. شاهدين الكرام، أشكركم أيضا أنتم لمتابعتكم لنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامج مستقبل الوطن. حتى ذلكم الحين تحياتي وتحيات فريق العمل، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.